السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. بزاف ديال الإخوان مؤخرا تسولوا على بعض المواقع ديال الفيديوهات الأخيرة، وهاني اللي معرفش يسول بلا حرج، وخا تكون شي حاجة بسيطة. غير هو هذاك اللي عارف راه خاص يرد البال للأجوبة ديالو، حيت الحاجة اللي تقدر تبان ليك تافهة عادي جدا واحد آخر ما يقدرش يكون عارفها، وحنا هنا راه ماشي في أقسام ديال الدراسة في نفس المستوى. حنا هنا كما تنقول ديما اصدقاء مجموعين في هاد القهوه، تنقرقبوا الناب بيناتنا، وملي تيكون شي ماتش ديال المنتخب لعب تنشعلوا هذيك التلفازه وتنطفي ليها الصوت وتمشي نشد القنت وناخذ الميكرو وتنبدا نعلق بالدارجه. وطبيعي كاي معلق رياضي تيبغي يهز الدرابو ويمدح في مؤهلات اللعابه، ولا كان شي ديفو تيقول بكل موضوعيه باش تصلح السفينه ماشي باش يغرقها. القصه ديال هاد الفيديوهات كانت غتكون واحد السلسله العام اللي فات، كون بدينا كون دابا راه مازال ما سالات. كتذكروا صاحبنا الحسين مول الكوكوط ديال التقليه اللي كان داها معاه لندن؟ فاش وصلتو للمطار رجعت للمدينه درت فيها واحد الجوله ملكيه، حيت كان نهار العيد الدنيا خاويه، لا طائره يطير ولا وحش يسير. مشيت لشاله ومن بعد مشيت لحسان وكانوا خاويين تيصفروا. طبيعي الناس كانت مشغوله في تشواط الريوس وتقلب السفافد. ملي وصلت لحسان دخلت درت فيها من الجهه اللي كتطلع على برج محمد السادس حتى وصلت للجهه الاخرى اللي فيها شي كراسه. جلست نرتاح شويه، وفي الكرسي اللي حدايا كان جالس واحد السيد بوحدو، والدنيا خاويه بان ليا غير ساكن في هذوك الديور اللي قدام حسان وجاي هارب من هذيك الروينه. المهم غتجبد الهضره وعرفت انه قيد في هذه المعلمه. غير عرفتو قيد فرحت ودرت يدي في جيبي وسلمت عليه بواحد البركه وقلت ليه مولاي الصديق بغيتك تفاجئني بشي تفاصيل على هاد المعلمه عمري قريت عليها. سي عبد العزيز حتى هو فرح وتحمس وما بخلش عليا، وكان تبارك الله عليه في المستوى. وفي الاخر قال لي راه كلشي تعرف غير الكتوبيه والخيرالده وحسان، في الحقيقه راه هما اربعه ديال الخوت باهم كاين بين الجبال قليل اللي غيكون عارفه. وهاد المعلمه سميتها تينمل هي اللي كانت البديه ديال هادشي كامل. المهم رجعت في حالي للدار ودخلت نتكا نرتاح شويه من الطريق والدوران، وقلت في راسي انت دابا في عطله وانت كاع مازال ما داير ليها البلان، علاش ما يكونش البلان ديال هاد العطله هو تشوف هاد الجوامع بربعه وتختمها بمسجد الحسن الثاني، ودير داكشي اللي عمر شي واحد دارو من قبل منك هو تشوف هادشي كامل في سيمانه. غنجبد هادوك الوريقات النويطات اللي تيلصقوا في الحيط، وبديت تنقد في البروغرام بحال سكوفيلد. غنمشي من هنا غنبات هنا، ما عندوش عند خوالي نخلي حتى المره اخرى اللي يشدوني صحه حتى تقاد البروغرام بقى غير نردو طاجو. وكما العاده كتطبق خطه السفر، الخروج مع اول خيط ديال الضو والدخول في الظلمه ومنوع تضيع الوقت. وفي نظام الاكل كيطبق نظام الاكل البريطاني اللي تقيوتاتك في صاكك وفيه غير جوج وجبات رئيسيه، البرانش والعشاء. البرانش اللي هو البريكفاست واللانش، يعني فطور وغدا في وجبه واحده، وخرج تكتشف مع راسك. اما في المبيت بكثره السفر ولات عندي شبكه، وديما غير الرياضات حيت كتمولك فيها وماشي غاليه. مشيت عند واحد صاحبي في اكادير، ومن بعد مشيت لتارودانت. درتها كامله كما العاده، كاع هبطت تلقى الواد تارودانت اللي كان ناشف واللي فيه دار فيلم علي بابا وكارونت فولور اللي كان دار بوم في الخمسينات. كل قنت بسلسله راه ماشي حلقه، لكن داكشي كثير كنت نكتب غير العناوين لا ننسى. من تارودانت غادي نطلع ونقطع جبال الاطلس الكبير، وغندوز من تيزينتاس حتى وصلت لتينمل على ضفاف النهر الاسطوري المذكور في كتب التاريخ واد نفيس. غادي يبان ليا حدا واحد الحوينيت صغير فيه داكشي ديال الملابس التقليديه والمجوهرات المحليه، واحد جوج شباب جالسين حدا العشبه ديالو مجمعين على واحد البراد ديال اتاي. كانت الدنيا خاويه كتصفر غير انا بوحدي اللي منوض العجاجه. قال له تفضل جلس مرحبا. يلا جلس، جا واحد الشاب واحد اخر تيجري بغى يديني معاه للدار نتغدى صحه، وتقول ما بغاش يتفك معايا حتى ضحكته. قلت ليه شتي على ود هاد الغدا؟ انا راه ضرب واحد الدوره اسطوريه مورا البلاد ديال الخوال، اما راه كنت جيت غير من هنا. وقال لي مالك عليها؟ قلت ليه راه ما كاين والو غير ما كاينش الوقت. قلت ليه الا دخلتي عند واحد فيهم غدير اكبر خطا استراتيجي في حياتك الا ما دخلتيش عند كلشي، وباش تدخل عند كلشي راه خاصك تسكن واحد شويه تما. غادي نجلس مع دوك الشباب وغادي نوسعو الدورة على هداك البراد ديال اتاي، وغادي ندير واحد التعليق خفيف ظريف لايف، والقضية ولات في الطاقية.
في الحقيقة المعلمة كانت مسدودة، لكن صافي تشاركنا مع الشباب الطعام وقاعد دخلوا للقناة. دوروها تليفونات حتى جا الشاب اللي عنده السوارد ديالها وحلوا ليا ندخل ناخد طاقة. الحمد لله داكشي كان ميسر. تصور كون ضرب قاع هذيك الطريق وتشوف غير من برا، قضية غتجي ناقصة. اضطربت مع هاد الإخوان واحد الصداقة وغيولي واحد التواصل في الواتساب، حتى جات الفاجعة ديال زيزان الحوز اللي كانوا للأسف من الضحايا ديالها، وربما جابش الظروف باش يتجبدوا هاد النهار باش نترحموا عليهم في هاد الأيام المباركة. الله يرحمهم ويرحم الجميع. بعد ما حل لي المعلمة خديت راحتي وصورت كل شيء، وتبادلنا أطراف الحديث عود لي بعض الأسرار ديال المعلمة والمنطقة. هاد المنطقة اللي بلا شك وأكيد فيها حضارات مدفونة حنا راه مازال ما عارفين عليها والو. المهم أول مساجد في السلسلة صافي وصلت ليه، خديت الطاقة ديالو. للأسف راب في الزلزال، لكن لحسن الحظ الوزارة الوصيرة عند التسجيل ديالو 3D غادي يرجع كما كان، ياك حنا اللي بنيناه. الوجهة الثانية كانت مراكش، جامع الكتبية. تا هي مشيت ليها وخديت الطاقة ديالها، الطاقة اللي ما هي إلا البركة بالمفهوم الشعبي. من قبل ما مشيت ليها دزت الأغمات نشوف فين كان شاد يوسف بن تشافي المعتمد بن العباد، ومشيت زرت قبره. هادشي كامل وكما قلت راه كلها قنت سلسلة بوحدها، الله يجيب غير الوقت. مني ساليت مشيت عند واحد الصديق، حطيت الطوموبيل عنده في الباركينج وشديت الطيارة لإسبانيا بالضبط لإشبيلية، 3 أيام ب250 درهم. وبلا ما نحلف الحرارة ديال مراكش لقيتها بحال الحرارة ديال إشبيلية، ضرني راسي ما فهمت والو، غير هو الفرق اللي فرفر ليا الضمير هو البرودة ديال الماء في الحوانت. ثم فين غنكتشف أن التلالج ديالنا ناقصين فيها البرودة؟ راه الهربة أمولاي الصديق، حيت الماء ديالهم بقوة البرودة يتلج الصدر. إشبيلية ما غاديش ندورها مزيان، مشيت غير لداكشي اللي جيت عليه، حيت كان كيتسني الكريدي ديال النعاس اللي غادي نرجعو. ومني ساليت رجعت فحالي لمراكش، ومن مراكش غادي نمشي للرباط الحسان. مشيت قلبت على السي عبد العزيز ما لقيتوش، وانا ندور ليه التليفون وقال لي انه مسافر عند بنته في شيقنت. تلاقيت بعض الاصدقاء القدام وتغدينا مجموعين، من بعد غادي نمشي لكازا المسجد الحسن الثاني باش تكمل الصوره. دابا امولاي الصديق نقدر نعطيك الخلاصه، حيت اللي شاف راه ماشي هو اللي سمع ولا اللي قرا. القصر اللي كان ساكن فيه المعتمد بن العباد بهذيك الفخامه والهندسه والجليج والقبص والخشب والحدائق ديال اليس في بلاد العجائب، داكشي راه فوق الخيال. راه دابا وصعيب تلقى شي قصر حسن منه في هذاك الجمال وفي هذيك الهندسه وكيفاش خادمين الماء في النافورات وهذاك العجب. راه الهربه في الجمال امولاي الصديق بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ومع ذلك غادي يشدو يوسف بن شافين من تما وغادي يربطو بالسناسل وغايجيبو حتى الاغمات جواي مراكش ويحطو في الحبيبيس بقى فيه حتى مات. اما مسجد الخيرالدة فآية في الجمال والروعة، من جليج من قبص من خشب كل شيء في بلاصتو. ما تنظنش غادي يكون شي مسجد تفوق عليه في هذيك الروعة والجمال من غير جوج مساجد، في الحقيقة غير مسجد واحد، حيت مسجد حسان اللي كان غادي يكون نسخة مطورة عليه إما ما كملش أوراب بالزلزال، وهذا المسجد هو مسجد الحسن الثاني. تيرمل كان هو المسجد القاعدة في هذه السلسلة، وكان بصح قاعدة عسكرية كيترينو فيه ويقراو فيه جماعة المهدي بن تيغمرت حتى دخلوا مراكش وبنوا فيها الكتبية اللي هي نسخة مطورة على تيرمل هندسيا وفنيا. ومن يقطعوا البحر بنوا في إشبيلية مسجد الخيرالدة، وكان نسخة برو ماكس على الكتبية بعد النصر ديال الموحدين في الاندلس. وتخليدا لهذا النصر غادي يبغيو يبنيو مسجد حسان اللي كان غادي يكون اعظم مسجد في هذه الكره الارضيه، وفي الغالب انه ما كملش بسبب التضخم ديال هذاك الوقت. داكشي علاش البرو ماكس غتبقى في الجهه الاخرى من البحر، حتى جا الحسن الثاني وكمل البني وبنى مسجد الحسن الثاني اللي راه جامع الروح ديال الحضاره والعماره المغربيه. مسجد تحدى به المغرب التاريخ والجغرافية وهز البارة على اللي بغى يتحدى درجة، وأي واحد زاره من المشككين غادي يخرج منه وهو تيقول المغرب هو الأصل والباقي تقليد. كانت تكون هذه غير مقدمة، ساعة كاين ما يتقضى، والبلانات الأخرى حتى الغدا ونكملوها إن شاء الله. دائما الخبر في راسكم، تحياتي.
you.